اهلا بيكم من جديد. قضيه مسلسل الافتكاسه النهارده بتبدا تعرفنا على طريق هيانغ بوك اللي بيربط بين مقاطعه غيونغ هاي ومقاطعه دونغ بينغ، وده بيكون لسبب، وهو ان في مدينه بيتخطط ليها اسمها مدينه هامون، وعلشان يزودوا طرق المواصلات بيعملوا الطريق ده، لكن بيعترض اهل قريه سوديوك دونغ لان الطريق ده هيبقى قاسم القريه لنصين، وده غير عادل لاهل القريه وكل اللي فيها. وبيقول لهم المسؤول ان مقاطعه غيونغ هاي اللي بتبقى القريه جزء منها وافقت على الطريق، وده تنفيذ لموافقتهم، لكن اهل القريه بيتعصبوا من اللي قاله المسؤول ومش بيكونوا راضيين. فبيقوم هان سوت شوي مختار قريه سوديوك دونغ وبيكون متعصب عليهم جدا لانهم بيكونوا لسه مخلصين مشروع الخط العاشر لقطار الانفاق، وبيقول لهم انهم طردوا اهل القريه القدامه علشان يحفروا الانفاق دي، وانهم كمان عملوا معمل لحرق النفايات، ودلوقتي جايين تاني وبكل برود عايزين يعملوا الطرق دي ومش مراعيين اهل القريه. وبيرد عليه المسؤول وبيقول له انهم ملهمش علاقه باللي فات، هم بيناقشوا في مشروع انشاء الطريق. وفي الوقت ده المختار بيخلي كل سكان القريه اللي حاضرين المؤتمر يصوروا على المشروع، وبنروح لمكتب المحاماه والكل مجتمع فيه علشان يناقشوا قضيه قريه سوديوك دونغ، وان بانشائهم للطريق ده كانهم بيطردوا اهل القريه لان هيكون صعب التعايش وسط العربيات اللي بتكون قاسمه الطريق لنصين، ده غير التلوث اللي هيجي من عوادم السيارات والاتربه. فبيتكلم مختار القريه وبيقول لهم انهم بيقولوا حل المشاكل دي كلها جدار عازل للصوت، بس ده بالنسبه لاهل القريه هيكون امتلاك لانه هيقسم القريه لقريتين. فبيسال المحامي جونغ لو انهم طلبوا بتعويض مناسب للاضرار اللي هتحل على القريه، لكن المختار بيقول انهم زمان ما قدروش يقدموا تعويض مناسب لاهل القريه اللي طردوهم اثناء انشاء نفق القطار. فبيقول المحامي جونغ انهم هيحتاجوا وقت علشان يدرسوا الموضوع لانهم مش خبراء في انشاء الطرق، فبيطلب منه المختار انه يكون باسرع وقت وبيسيبهم وبيمشي. وبيتناقشوا كلهم واكتشفوا انهم عايزين ينشئوا الطريق مباشر من القريه لانه هيكون اقل تكاليف من انهم ينشئوه حواليها. وبتقول يونغ وو لو ده السبب فعلا ممكن يرفعوا دعوه قضائيه طبقا لمبدا التناسب حسب القانون الاداري، وان المحكمه هتحكم باتخاذ الطريق الاقل ضرر وانتهاك لحقوق اهل القريه. وبيطلب المحامي جونغ منهم يزوروا خبراء ويشوفوا لو الطريق ده ليه بدائل او هو انسب طريق قبل ما يتخذوا اي اجراء. وبعدها بنشوف تشو هيو وكون وينغو قاعدين مع مهندس اللي بيقول لهم ان انشاء الطرق في اوروبا مختلف عن المسار اللي هم مخططينه، وبيقترح عليهم المهندس انشاء طريق تحت الارض والمشروع هيكون غير مكلف لانه ما يستفادوا من خيارات الارض. والمحاميين بيزوروا اكتر من مهندس وبتكون ارائهم متضاربه مع بعض. وبيجتمع المحامين مع المختار مرة تانية وبيقول له ان نسبة المكسب في القضية ضعيفة، وان الدعوى الادارية بتستغرق على الاقل 3 شهور علشان يصدر فيها حكم وممكن توصل لسنة ونص، وده اللي بيصدم المختار وبيخليه يقول لهم ان احوال المادية ميسورة وانه هيقدر يدفع لهم العمولة حتى لو خسروا القضية. وبيطلب منهم يزوروا القرية حتى لو رفضوا يرفضوا قدام اهل القرية. وبيروحوا كلهم علشان يركبوا العربية، وبيقرر جون هو انه يروح معاهم وبيركب جنب يونغ وو. وهنا بنرجع بالزمن فلاش باك وهو كون بيقول لينغ وو ان جون هو معجب بتشو هيو وانهم لايقين قوي على بعض، وبتسأله لو عايز يبدل الكرسي معاها عشان يكون قاعد جنب تشو هيو. وبتقوم وبتجبر جون هو يقعد جنب تشو، وبيتحركوا بالعربيه لحد ما بيوصلوا لبدايه القريه. وهنا بيطلب المختار منهم ينزلوا يتمشوا شويه، وبيبان ان الكل مبسوط ومعجبين بشكل القريه جدا. وبعدها بيروح البيت واحدة اسمها تريزا وبتسلم عليهم وبتطلب منهم يعتنوا بأهل القرية وياخدوا حقهم. وبعدها بنلاحظ على المحامين انهم حبوا أهل القرية جدا، وبيوصلوا لمكان طبيعي في القرية اللي بيكون فيه شجرة توت شكلها مبهج جدا، والمحاميين بيفتكروا ان الشجرة دي مصنفة كأثر طبيعي، لكن المختار بيقولوا انهم كلموا الخبراء وشافوها بس قالوا انها مش كفايه عشان تصنف كاثر طبيعي، وان مع انشاء الطريق الجديد الشجره دي هيتم قطعها. وبيكملوا جولتهم في القريه بس وهم طالعين التل يونغ وو بتتزحلق وبتقع على راسها، وجون هو بيروح بسرعه علشان يساعدها وبيلاحظ ان لبسها اتقطع وبيخلع الجاكيت بتاعه في مشهد درامي رومانسي مؤثر جدا، وبيبدا يلبسه لها علشان ما ينفعش تكمل رحلتهم بلبسها المقطوع ده. وبعدها بيوصلوا كلهم عند الشجره وبيقول لهم المختار انهم يقعدوا. وهنا تشو هيو بتلاحظ ان يونغ وو لابسه جاكيت جون هو وبيبان على وشها معالم الذهول، وبيكون المختار محضر لهم عازف بيعزف على الكمان علشان زيارتهم، وبيقول لهم ان لو هيبصوا للارقام في القريه صغيره من حيث السكان والفلوس بس كقريه فهي مذهله وهم شافوا جمالها الطبيعي بنفسهم. والمشهد اللي بعده بنشوف المحامي جونغ وهو بيرتب كل امور القضيه علشان قرروا يقبلوها، بس المفاجاه بتحصل لما بيدخلوا المكتب وبيلاقوا ابراج من الاوراق خاصه بالقضيه، وبيبدا المحامي جونغ يشجعهم وفي حركه نداله منه بيخلع وبيسيبهم لوحدهم. وبنشوف يونغ وو هي قاعده بتراجع اوراق القضيه وكلها حماس وكمان كل اعضاء الفريق. وتاني يوم بيجي لهم جون هو وبيديهم ملفات اضافيه ودي بتكون الشكاوى المقدمه على المشروع. وهنا بتلاحظ تشو هيو اهتمام جون هو زايد بيونغ وو، ولما بيمشي تشو هيو بتسال يونغ وو لو هي ما تعرفش فعلا او لو بتتظاهر انها ما تعرفش حاجه، بس يونغ وو ما بتبقاش مركزه معاها اصلا. وتشو بتقول لها ان من الظاهر ان جون هو معجب بيها
بس يون غو بتقول لها انها غلط لانها سالته، وهو تجنب انه يتكلم في الموضوع وبتتعصب تشوي عليها لان اسلوبها كان غلط. بس اللي مش مفهوم عن عصبيه تشوي هو انها غيرانه ولا علشان اسلوبها غلط، وفعلا بيبان على يون غو الزعل، وبتقول لها ان من الصعب يعجب بيها حد، يمكن تكون جميله بس هي مريضه بطيف التوحد، فبتتعصب عليها تشوي هيو مره تانية بسبب كلامها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتروح يون غو المطعم علشان تاكل، وبتقعد مع بنت باين عليها خبرة جدا جدا، وبتسألها ايه الطريقة اللي تعرف بيها لو جون هو بيحبها بجد او لا، وبتبدأ تفتكر احداث قديمة وهم بيعدوا الباب الدوار سوا، ولما اخدها وحضروا الغروب سوا، وكمان لما لبسها الجاكيت بتاعه علشان مظهرها، وطبعا لان البنت خبرة جدا بتفهم حبها لجون هو، وبتديها شوية نصايح. والمشهد اللي بعده بننتقل لأول جلسة في المحكمة، وهناك بيكون محامين الخصم من مكتب تايسان، والمفاجأة اللي بتحصل إن مديرة مكتب تايسان سو مي تاي بتحضر الجلسة بنفسها، وبيبان على يون غو نظرات الشغف ليها. وبتبدأ المرافعة والمحامي جون غو هو اللي بيترافع بنفسه، وبيبدأ يتكلم عن المسار اللي مختارينه لإنشاء الطريق في القرية، وإن في مسار بديل هيكون أقل ضرر للسكان، وإن في بدائل كتير بس المدعى عليه استهان بحقوق أهل القرية. وهنا بتبدأ سو مي تاي تترافع وتشرح للقاضي انهم ليه مختاروش المسارات الثلاثة اللي عرضها المحامي جون، وبتبدأ تعرض فيديو كرتوني للقضاء وهم في عربية، وبتبدأ تسلك المسارات الثلاثة اللي قدمها المحامي جون، وان المسار الاول هيحتاج انه يمتد 5 كيلومتر زيادة، وبيكون فيه هناك معمل لحرق النفايات ومستحيل يغيروا مكان انشائه، وان الحل في الطريق ده هو انشاء كباري، ودي هتكون خطيرة جدا بسبب الانحناءات اللي فيها، وده هيسبب حوادث كتير. والطريق الشمالي بيكون قرب محطة الأنفاق، ولازم يعدوا على أرض جامعة الأمن الدفاعي، وهم رفضوا ده، فبيعترض المحامي جيونغ وبيوضح إن المدعي عليه كمان رفض مرور الطريق خلال أرضهم، فبتبرر المحامية إن كل الكرة للطريق هيعدي خلالها وافقت ما عدا قريتهم اللي بتكون تبع للإحصائيات أقل تعداد سكاني، فبينفعل المختار وبيقول إن أكيد الكرة دي تدفع لها تعويض مناسب، ولأن المحامية بارعها استغلت النقطة دي وقالت إنهم رافعين الدعوة طمع في مبلغ تعويض أكبر. وبعدين بنشوف والد يون غو هو داخل اوضتها علشان يجيب لها العشاء، وبيتفاجئ بانها بتبحث عن المحامية سو مي تاي، وبيسألها عن سبب البحث ده، وبتقوله انها كانت بتدافع في قضية قصادها وهي انبهرت باسلوبها. وبنعرف بعد كده ان عملية انشاء الطريق بدأت فعلا، بس اهل القرية بيبقوا معترضين وبيتهجموا على العمال، وبيجي المختار وبيقول لهم انهم مقدمين طلب لتعليق الانشاء، بس المهندس المسؤول بيرفض كلامه، وده اللي بيسبب خناقة كبيرة بينهم. والمختار بيكلم المحامي جيونغ بسرعة، بس بيرد عليه وبيقول له ان لسه مفيش قرار بتعليق العمل ومستحيل يقدروا يوقفوهم، وبيتكلم المحامي جيونغ مع فريق العمل وبيقول ان الحالة الوحيدة اللي هيصدر فيها القرار لما يوصلوا لسبب لغير المشروعية. وهنا بتجاوب يونغ وو وبتقول انها فعلا لقيته، وبيكون السبب ده لانهم انتهكوا عملية التأثير البيئي. وبيبدأ يحط المحامي جيونغ خطة استراتيجية يستعطفوا بيها القضاء، وبيهني المحامية يونغ جدا على مجهودها. وبعدها بنشوف والد يونغ وو بيقابل مديرة مكتب همبادة، وبيحكي لها ان القضية اللي شغالة عليها بتكون محامية الخصم هي سو مي تاي، وبيطلب منها تقول الحقيقة لو هي وظفت يونغ وو في المكتب علشان سو مي تاي، فبتقول له من الواضح ان الشائعة اللي طلع عليه هو سو مي تاي حقيقية، فبيجاوب وبيقول لها لأول مرة ايوه، وبيقول لها ان قبلت يونغ وو علشان تتغلب على مكتب تايسان، وان كونها هتكون وزيرة ده لوحده مش كافي، فبتحاول تنكر الكلام ده، بس يونغ وو بيبقى مصمم على كلامه، وبيطلب انها تطرد يونغ وو او تمنعها من الشغل في القضية لأي سبب، وبتنتهي المقابلة بينهم على كده. بس وهو خارج من مكتبها بيقابل يونغ وو بالصدفة، وبيحاول يتهرب منها لما سألته عن سبب وجوده في المكتب، بس بعد ما بيمشي كون بيسأله ازاي ابوها يعرف المديرة التنفيذية للمكتب لانه كان خارج من عندها، وبيستنتج ان ابوها كان من نفس دفعة المديرة، وبيقول لها انها حصلت على الوظيفة للسبب ده. وبعدها بنشوف تشوي وهي بتتكلم مع جون هو، وبتقوله لو ان مشاعره من ناحية يونغ وو مؤقتة بلاش يكون لطيف معاها علشان ما يجرحش مشاعرها، فبيتعصب عليها وبيقول لها ان مشاعرها مش مؤقتة، فبتطلب منه يروح لها ويصرحها بكل اللي جواه. والمشهد اللي بعد كده بتكون المرافعة التانية، وبيبدأ يتكلم المحامي جينغ عن اختراقهم لقانون التأثير البيئي، وان تصميم الطريق تم انشاؤه في عام 2017 والتقييم كان في عام 2019، وبكده بيكون في مشكله في التوقيت، بس بترد محاميه الخصم وبتقول ان اختيار افضل طريق بيكون في المراحل الاخيره، وانه تم في اكتوبر 2019 والتقييم اللي بيتكلم عنه المحامي جيونغ كان في يونيو 2019، وان صحيح ان التقييم اتعمل في وقت متاخر مقارنه بخطط الطرق الاخرى، بس من الواضح انه تم قبل ما يتم وضع الخطه اللي هتاثر على البيئه، وان ده غير قانوني. بس في الوقت ده بتيجي فكرة لين غو وبتقوم وبتقول ان ده غير صحيح، وان لو ادعاء المحامية ده صح وانها لما تقدم شكوى لازم تكون قادرة على تغيير خطة بناء الطريق ومساره قبل اكتوبر 2019، بس في التقرير فيه عبارة بتقول ان التصميم غير مكتمل بالفعل ويستحيل تغييره، فبيسألها القاضي عن مكان كتابة الجملة دي لان الادلة المقدمة لهيئة المحكمة كتيرة جدا،
فبتبدأ تفتكر يونغو المكان المحدد، وبتفتكر وقت ما جون هو جاب لها المستندات الإضافية وبتقوله إنها في اليوم الثالث من إبريل عام 2019، السطر الثاني من الفقرة الثالثة بخصوص الرد المرسل إلى لجنة السكان للتدابير المضادة، وإنها في مستند المدعي الرابع اللي اتبعت باسم حاكم مقاطعة غيونغ هي، وبالفعل بيقدر كون يوصل للمستند ده وبيقدمه للقاضي، وبيطلب المحامي جونغ من القاضي التحقيق الميداني علشان يتضح كمية الضرر اللي هيتسبب فيها الطريق ده. وبعد جلسة المحكمة بيحصل مقابلة بين يونغو ومديرة مكتب تايسان، ولما بتسمع المديرة اسمه يونغو بتقولها ان الاسم ده مش غريب عليها وبتسيبها وبتمشي. ووقت ما بيمشي المحامين من المحكمة بتركب يونغو مع جون هو في عربيته، بس وهم في الطريق بنلاحظ نظرات غريبة بين جون هو ويونغو، ولما بيوصلوا بيهنيها على شغلها النهاردة في المحكمة، بس قبل ما يمشوا بتطلب من يونغو انها تلمسه علشان تتأكد من انها معجبة بيه او لا، ودي بتبقى نصايح البنت اللي في المطعم، مش قلت لكم خبرة؟ وفي الوقت ده بيقرب جون هو منها، ومن نظراتهم بيبان الحب في عين الاتنين. وبعد المشهد ده بترجع يونغو للبيت وبيحاول ابوها يكلمها، بس هي بتكون متوترة جدا وبتمشي، بس بتقف لما بيقولها ان المديرة التنفيذية هان كانت صديقته من ايام الجامعة. وهنا بيبان الحزن على عين يونغو لانها توظفت علشان المعرفة اللي بينهم مش اكتر. وبعدها بنشوف كونه هو في كافيه الانترنت وهو بيكتب مقال عن فساد شركة امبادا في التوظيف. بتبدأ حلقة مسلسل الافتكاسة النهاردة بينغو بعد ما مشيت من بيتها بسبب انها عرفت انها اتقابلت في مكتب امبادا بسبب معرفة ابوها بالمديرة التنفيذية للمكتب. ودي كانت نهاية الحلقة اللي فاتت، وبتكون راحت عند صاحبتها ونامت عندها وبتقدم لها الاكل اللي بتقول عنه ينغو انه غريب لكنه حلو، وبيضحكوا سوا، وبتبان ينغو انها مبسوطة مع صاحبتها. وبتسألها صاحبتها عن سبب انها سابت البيت، فقالت لها اللي حصل مع ابوها، وقالت لها انها قررت تستقل بحياتها لانها بقت بنت كبيرة، وده طبعا بيبقى في دول الغرب بس. بعدها بتروح ينغو المكتب، ولكن بيبان ان كل الموظفين هناك بيبصوا بطريقة غريبة، وبتكتشف ان كون كتب مقال على فساد داخل مكتب همبادة، وان في محامية تعينت داخل المكتب بعد ما دورة التعيينات اتقفلت، وانها تعينت بسبب معارفها باشخاص في المكتب، وان ابوها والمحامية الكبيرة في المكتب كانوا في نفس الجامعة داخل المكتب ده، وكل الموظفين بتبقى عارفة انها يونغو، وبيبقى المنشور اتبعت من مجهول، لكن تشوي بتبقى متأكدة ان كون هو السبب في المقال ده. وعلشان كده وقت ما بيدخل كون المكتب عند المحامي جيونغ بتقوله تشوي انها زعلانة على حسابه اللي اتسرق، فبيستغرب كون كلامها، فبتقوله ان هو اللي نشر المقال على يونغو على رسائل مجهول الهوية، فبيسكت كون وبتخبط يونغو وبتدخل بعد اذن المحامي جيونغ ليها، وبيجتمعوا كلهم، لكن بتدخل عليهم المديرة هان وبتسأل على القضية اللي متولين الدفاع عنها دلوقتي. فبيقول لها المحامي جونغ انها قضية قرية سوديوك، وهو ان مقاطعة غيونغ هي اتأخروا في تقييم التأثر الاستراتيجي، فبتقول له هان انها ممكن يعتبروها تأخر بسيط في المهمة لان في الاخر هم عملوها. فبيقول لها جونغ انهم عارفين ان القضية صعبة، لكن هم حبوا القرية واهلها وطلبوا من القاضي التحقق الميداني، وان وقت ما يشوف القرية ممكن يغير القضية. فبتقول له هان انهم يلعبوا على المشاعر، لكن طريقة الرومانسية صعبة فلازم يتبعوا السياسة الاكثر رومانسية، وبتقول لهم انهم لازم يأثروا على القضاء بانهم يلعبوا بشكل مباشر وسياسي، لان في بعض الاوقات الحاجات دي بتنفع، وان الاسلوب ده بيخلي الشخص يبقى خايف جدا حتى لو كاتب مقال ملهوش اي اساس من الصحة من الرسائل المجهولة، وبرغم انه مش معروف فهو خايف. وبتقول لهم ما يخسروش قدام سو مي تاي وبتمشي. ووقت ما بيخلص الاجتماع بتطلع ينغو، لكن بتمسكها تشوي وبتقول لها ان كون هو اللي كتب المقال عنها، لكن ينغو بتسألها مقال ايه، فجابته تشوي ليها ووريته لها، وبتقول لها يونغو ان كلامه صح لان ده حصل وهي فعلا اتعينت بناء على كلام ابوها. فبتتعصب تشوي وبتقول لها انها اتعينت بسبب نجاحها وتفوقها، وان اي محامية كانت بتجيب درجات زي كده قبل التخرج فتستاهل تتعين في المكتب وهي بتدرس. وبتقول لها تشوي ان التمييز بين مصابي التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة عموما فده تمييز وده غلط ومخالف للقانون، وبتنصحها انها اول ما تقابل كون تضربه في راسه او في بطنه وما تسكتش لحد بيقلل منها تاني. وبيوصلوا محامين هنبادة للقرية، وده بيبقى يوم التحقق الميداني وبيكون في مطر كتير والجو مش احسن حاجة. وبعدها بيوصلوا محامين تايسان وبيكونوا كلهم معاهم شمسيات باسم المكتب بتاعهم، فبيقول جيونغ لجون هو لو في شمسيات للمكتب ليهم لان شكلهم غريب وكل واحد معاه شمسيته المختلفة. فبيخرج جون هو من العربية بتاعته الشمسيات اللي تخص مكتب هنبادة، وبيكون في معاهم صحفي، وبيوصل القاضي وبتلاحظ يونغو على الشمسية بتاعتها شكل دولفين وبتبتسم لانها بتحبهم جدا، وبيطلب جونغو تشوي من مختار القرية انهم يعرفهم على اهل المدينة بنفس اللي حصل معهم يوم ما جابهم. وفعلا بيروح عند هيونغ مين اللي كان بيدرب الفريق بتاعه، فبيتفاجئوا كلهم انه وقع على موافقته بالنقل من القرية بسبب ان مكتب تايسان قالوا انه ما يرفعوا له التعويض.
فبيعترض جينغو وبيقول للقاضي ان ده يعتبر استغلال وان ده كله ما حصلش لانهم ما زودوش التعويض، وهنا بيشوفوا رد الناس. بس قالت سومي تاي ان ده موافقه مبدئيه لحد ما يبقى في الجلسه الجايه، ومش بيكون هيونغ مين بس اللي وافق، ده بيكون في ناس كتير من القريه وافقوا ومضوا كمان. وبيطلب جينغ من المختار يوديهم عند شجره الميس، وبيروحوا هناك فعلا، ولكن وهم طالعين التل بيتزحلق القاضي وبيقع وبيبقى متضايق جدا. ولما بيطلع بيحاولوا يعزفوا لكن جيونغ بيوقفه، وبيرفض القاضي شرب اي مشروب منهم بسبب الجو اللي هم فيه. وبتيجي عاصفة هواء كبيرة لدرجة ان ينغو بتقع شنطتها منها عند الشجرة، وبيقول القاضي ان التحقق الميداني كان مطلوب بسبب انه يشوف الحلو اللي في القرية ممكن يعدل قراره، لكن باللي شاف القاضي فهو مش هيفيد المدعين في حاجة ولا حتى ممكن يكون الحكم في صفهم. فبيقول له المختار ان القريه حلوه وهي لاهلها كل حاجه، وان اعمال البنى اللي معموله دلوقتي بهدلت القريه. فبيقول لهم القاضي انه هيخلي الحكم بعد ما يجمعوا موافقه اهل القريه سواء بقبول التعويض او بقبول منع الطريق. وبيجتمعوا محامين شركه همبادة في بيت المختار، وبيقول له ان البيوت الحمراء على الخريطه دي هي اللي وافقت لدلوقتي، وانه بالنسبه لهم شيء مغري بعد ما كان قليل جدا. ومكتب تيسان قال لهم انهم هيرفعوا التعويض، وبيبان عليهم انهم محبطين، لكن جيونغ بيطمنهم وبيقول له ان لسه في وقت انهم يجمعوا موافقه السكان. وبيدخل جون هو اللي بيكون تبع استثمارات الموافقه على الغاء الطريق، لكن بيكون جاي لهم خبر وحش، وهو ان شركه تايسان وظفوا موظفين براتب مجزي جدا علشان يجمعوا الموافقه بسرعه، وان عددهم اكبر من عدد محاميين مكتب همبادة بكتير. فبيبداوا يتحركوا، لكن في البدايه بتبقى موظفين مكتب تايسان متفوقين عليهم وبيجمعوا اكبر عدد من السكان، ولكن محاميين همبادة بيحاولوا وبتقول لهم الست ان على الاقل تقدر تجمع الستات اللي بتعتني بيهم وبتراعيهم وكبار السن كمان. وبيبعت جون هو يجيب موظفين براتب جازي يساعدوهم في توزيع الاستثمارات، لكن هم هيتاخروا شويه، لكن الستات وكبار السن اللي جمعوهم مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه في الاستماره، وبيطلبوا منهم يغنوا علشان يقدروا ينفذوا اللي قالوا لهم عليه. وفعلا بيبداوا يغنوا كلهم، لكن ينغو بتفتكر ان شنطتها وقعت عند الشجره، فبتطلع تجيبها وبيسالها كون رايحه فين، فبتقول له وبتمشي. وهناك بتلاقي ينغو سومي تاي اللي بتكون لقيت الشنطه بتاعتها وكانت هتاخدها وتسال عليها في مكتبها، وبتقول لها انها افتكرت هي سمعت عنها فين، وكان وقت قضيه الطفل المصاب بالتوحد وقضيه الفستان، وانها قدرت تتفوق على المكتب بتاعها، وعلشان كده بتسال سومي تاي لو ينغو عايزه تنتقل للمكتب عندها وتسيب مكتب همبادة، وبتديها كارت للمكتب. وبيقفوا شويه عند الشجره، وبتنزل بعدها ينغو، لكنها بتتخض لما بتشوف كون قدامها، وهو بيسالها كانت بتعمل ايه وهي بتتكلم مع سومي تاي ليه، فبتكون هتضربه في بطنه وعلى راسه، وبتقول له ان تشوي قالت لها تعمل كده لما تشوفه، وانها ما تسمحلوش انه يضايقها. وبالليل بترجع ينغو للبيت وبيشوفها ابوها وبيحسبها راجعه للبيت، لكنها بتكون جايه عشان تاخد هدومها، وبتقول له انها قررت تفضل مستقله وهتقعد مع صاحبتها فتره لحد ما تلاقي سكن ليها. لكن بيعترض ابوها وبيقول لها انه ما ينفعش تاخد قرار زي العيشه لوحدها كده، وبتقول له ينغو انها هتسيب مكتب همبادة وهتشتغل مع تيسان. فبيتفاجئ ابوها، لكنه بيتصدم اكتر وقت ما بتقول له ينغو ان المحاميه سومي تاي هي اللي عرضت عليها الشغل ده. ووقت ما بتمشي بيقول لها ابوها ان سومي تاي هي امها وان ما ينفعش تشتغل معاها، وبتتصدم ينغو من اللي قاله ابوها. ووقت ما بتحاول تمشي بتقع من على السلم، وبينقلها ابوها للمستشفى. ووقت ما بتفوق ينغو بتبقى حاسه بتعب ووجع في جسمها كله، وبيقول لها ابوها لو محتاجه ينادلها على الدكتور، فبتقول له انها كويسه وبيعتذر ليها على اللي بيحصل لها بسببه، وبيبدا يحكي لها ازاي اتعرف على امها وانه كذب عليها وقت ما قال لها ان امها ماتت. فبتقول له ينغو انها كانت عارفه بسبب ان جدتها كانت في مره مش في وعيها وقالت ان امها ما ماتتش، وانها سابت جوزها وبنتها لوحدهم واتخلت عنهم ومشيت. فبيقول لها ابوها انهم كانوا من عالمين مختلفين، هو ابن مزارع في قريه بسيطه وهي بنت مؤسس شركه ومكتب تايسان، وانهم كانوا في الاول اصحاب مقربين لبعض وبعدها قربوا من بعض وحبوا بعض، ولكن بدايه التغير ظهرت لما عرفت امها انها حامل وبقت تتهرب منه وترفض تقابله، وكانت ناويه تجهد لان ده مش مناسب مع العالم اللي جايه منه. لكن غوانغو بيروح لها وبيطلب منها انهم يرجعوا وتخلف ويربوا بنتهم سوا، لكنها بترفض بنفس الحجه ونفس السبب. فبيوعدها غوانغو انه هياخد ابنه او بنته ويخطفه من حياتها نهائي، وانه مش هيقدم في امتحان قبول المحاماه علشان يبقى بعيد عن مجال شغلهم وما يتجمعوش سوا، بس تولد وتديله الطفل. وفعلا بتوافق الام. وبعد شهور بتيجي واحدة بطفلة وبتديها لغوانغو وبيسألها على سومي تاي لو هي كويسة وبخير، لكنها بتقوله انه لازم ينساها خالص وما يحاولش يقرب منها. وفعلا بدأ يربي ينغو وما قدمش في امتحان المحاماة وتخلى عن الوظيفة دي علشان يوفي بوعده لسومي تاي، وبيعترف انه كان غلطان لانه بكده كان السبب في ان ينغو ما تتقبلش في اماكن كتير برغم نجاحها وتميزها في الكلية. وبيقول لها انه لو كان محامي كانت هتتقبل في اي مكان تحبه، وانها كانت هتبقى محاميه بتمشي على خطى ابوها،
وما كانتش هتتعرض للمضايقه من حد ابدا. وبيقول لها ابوها ان المديره هان وظفتها لسبب سياسي، ونفس الوضع سومي تاي كان عندها سبب سياسي عشان تمشي، وانها ما تخلتش عنها هي، بس كان عندها اسباب سياسيه تمنعها انها تتجوز واحد في مستواه او يكون شخص فقير. وهنا بتيجي ليون جو فكره، وبتفتكر الخبير اللي قال لها على الطريق اللي سمع عنه من سنه 2016، وان في ناس من مقاطعه عينه الشجره ورفضوا انها تبقى اثر طبيعي. وحست ليون جو ان ده كله مخطط عليه علشان يتبني على القريه الطريق، وخصوصا ان الطريق هيعدي عند الشجرة. فبتاخد التليفون بتاعها من ابوها وبتطلب منه انه يخرج بره، لان دي اسرار بين المحامي وموكله. وبتتصل بالمحامي جيونغ اللي بيكون نايم، وبتحكي له كل اللي جه في بالها وقت ما ابوها قال اسباب سياسيه وكده. لكن المحامي جيونغ بيكون نايم، وبعدها بيفوق وبيطلب منها تتكلم في اي حاجه على القضيه بكره، لان الوقت دلوقتي متاخر جدا، وبيقفل معاها. وبيروح جون هو ويون هو علشان يدوروا على الفريق اللي راحوا شافوا الشجره، ولكن المختار بيقول لهم ان اللي اهتم بالموضوع ده هو هيو جين اللي كان في الوقت ده بيشتغل في المقاطعة، فبيطلبوا منه يروحوله. وفعلا بيروح ليو جين الشركة، وبيقولوا على الفريق اللي راحوا يعينوا الشجرة، وبيبان عليه التوتر، وبيقول لهم انه هيروح يتأكد لان ده من سنين، وبيقول لهم انه مش فاكر حاجة اصلا. فبيوافقوا وبيمشي، وبيتكلم جون مع يون غو، وبيقول لها لو هي مشيت وكانت زعلانة. لكن يون غو مش بتبقى فاهمة قصده، فبيقول لها انه قصده على اليوم اللي طلبت منه انها تلمسه علشان تحس بنبضات قلبها. وبنعرف ان وقت ما قرب منها جون هو ما قدرتش تستحمل وهربت ورجعت على البيت بسرعة، وبتقول ان هي هربت بسبب انها حست بضربات قلبها عالية جدا وشديدة، وانه واضح انها بتحبه بسبب ان قلبها نبضاته عالية برغم انه ملمسهاش ولا قرب ليها. وبتلاحظ يون غو يوجين وهو خارج من المكتب، لكنه بيرجع لهم وبيمشي من بره. فبتقول يون غو لجون انه بيهرب، وبيحاول جون هو يساله على سبب انه خرج من غير ما يرجع لهم، لكن يوجين بيجري وبيحاول جون ويون غو يمسكوه، لكنه بينزل على السلم وقت ما بيكون المصعد هياخد وقت، وبينزل ورا جون هو، ويون غو بتنزل في المصعد وقت ما بيجي. وبيهرب يوجين منهم بره الشركه، لكن واحد بيوقعه لانه بيحسبه حرامي، فبيقول له يوجين انه شغال في الشركه مش بيسرقها. فبيسألوا الراجل ده بيجري ليه، وبيسألوا جون نفس السؤال واللي كرروا عليه طول فترة الجري وراه. وبيقعوا ليو جين بعد ما اتبهدل ووقع معاهم، وبيقول لهم ان في صديق ليه قال له انه غبي وقت ما قال له ان اهل القريه عايزين يخلوا الشجره نصب طبيعي، وان قطار الانفاق والطريق هيتبنوا قريب، وانه لازم الشجره ما تبقاش نصب طبيعي لان ده هيوقف المشروعين. وعلشان كده راح اخد اصحابه وعملوا انهم من اللجنه الثقافيه للتراث وقيموا الشجره وقالوا انها ما تنفعش للنصب الطبيعي. ووقت كلامه بتلاحظ ينغو على شمسية يوجين ان عليها نفس الدولفين اللي كان على شمسية القاضي، فبيقول لها ده بيوزعها شركة اسمها كيون غيبو للبناء واللي هتعمل مدينة هامون. وبتفرح ينغو، وفي الجلسة التانية بيسأل القاضي على الموافقات اللي جمعوها من السكان، فبتقول له سومي تاي انها جمعت ازيد من نص السكان وانهم موافقين على التعويض، لكن بيطلب المحامي جينغ الطعن في الحكم. وبنتفاجئ ان السبب هو ان القاضي كان ماسك شمسيه من شركه مسؤوله عن مدينه هامون، وممكن يكون راح يشتري عقار من هناك، واعترض القاضي بانه ما راحش هناك، فقال له جينغ انه على اي حال هيقدمه طلب لان بكده المحاكمه ما بتبقاش عادله وهيبقى القاضي متحيز لتايسن. وبتقول له يونغ وو ان مفيش اكتر من نسيان العقل البشري مقابل الفلوس، وبتنبهر سومي تاي بيونغ وو. وبعدها بتروح ينغول سومي تاي الشركة بتاعتها على امل منها انها تقبل تشتغل معاها هي، وبتقول لها انها عايزاها على انفراد، وبتقول لها انها بنت غوان غوو. فبتتصدم سومي جدا وبتعيط، وبتقول لها يونغو انها قبل ما تعرف انها امها كانت عايزة تبعد عن ابوها وتستقل بحياتها وتمشي من شركة همبادة، لكن بعد التضحية اللي عملها ابوها معاها فمستحيل تسيبه وتسيب شغلها. وبتقول لها ان هي مش عارفه هي ليه تخلت عنها، بس هي كان نفسها تشوفها ولو لمره واحده، وفعلا شافتها. وبتقول لها ان الشجره بقت نصب طبيعي وده اللي هيغير الطريق شويه عن القريه ومش هيهدها، وانها كانت مبسوطه لما كانوا بيبصوا على الشجره سوا ووقفوا هناك مع بعض. وبتشكرها ينغو، وفي المحكمه بيبقوا اعترفوا بشجره المس بانها نصب تذكاري، وبيقولوا هل ده يغير من مجرى القضيه وهيتسمع صوت اهل القريه ولا هيتغير مسار الطريق بعيد عن الشجره بس. وبيبان ان اهل القريه فرحانين بالخبر ده. وبكده تكون خلصت القضية دي، هل مقابلة يون غو وأمها تنتهي هنا؟ وهل هتحاول تقرب منها ولا لأ؟ ويا ترى القضايا الجاية مخبية إيه ليون غو؟ والعبرة من قضية النهاردة إن السر مهما دارينا عليه مصير يجي يوم ويبان لأصحابه، فالأحسن نعرف كل اللي حوالينا الأسرار اللي تخصهم، وخصوصًا أولادنا وهم يواجهوها، ونبقى في ظهرهم على طول. وطبعًا ما ننساش دور الأب العظيم اللي ممكن يضحي بأحلامه اللي بناها لمدة سنين علشان بس يقدر يربي أولاده تربية كويسة ويحقق لهم أحلامهم. وكالعادة بنحب نفكركم بالاشتراك في قناة فيلم إلا ربع عشان توصل لكم أجدد الملخصات بصوتي. الملخص ده كان بصوت أحمد فاروق. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.